بعد الحادث 6 أو 7 أيام ورائي بعد ما أدري إيش قد. شكرا أساتذة. سيد الشاهد الخامس، هل شاهدت التلفاز بالأمس؟ نعم نعم نعم. هل شاهدت المحاكمة أمس؟ شاهدت التلفزيون أمس. أمس المحاكمة؟ المحاكمة شاهدتها مقاطع ولكن لا مو مقاطع. ما سمعت. شاهد مقاطع. يعني شاهد التلفزيون أمس؟ لا لا مو أكو مشاهدة مستمرة وأكو مشاهدة مقاطعة يعني فرزن بين. يعني شفت التلفزيون؟ طبعا شفت. أنت هل لك هل تعرف السيد أحمد أو علي حسن محمد الحيدر الدجيلي؟ هذول هل لك علاقة فيهم؟ هذول اثنينهم إخوان وأولاد منطقتي وبيننا سلام وكلام في المنطقة. يعني تعرفون بعض على علاقة ببعض؟ طبعا احنا الدجيل كليتها احنا ناس تعرف ناس. الدجيل كليتها هي يعني معرفة حميمة بأنكم تلتقون. أنت طبعا كان سنك 10 سنين. متى هل التقيت بهم أو متى آخر مرة؟ نعم ما آخر لقاء معكم معهم؟ والله آخر مرة التقيت بهم ما أذكر بس صار لي هواية من تذكر يعني كم حسب ما تتذكر؟ يعني أنت حلفت؟ أنا حلفت إيه؟ آخر مرة يعني ما أدري يعني ما أقدر ما لأن حسب تقديرك يعني تقديري تقريبا شهر أو أكثر أو أقل شهر تقريبا التقى هو طبعا سيد أحمد وعلي حسن. لا 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 سيد أحمد أنا ما التقيت فيه. علي؟ ولكن علي التقيت فيه يعني صدفة بصلاة الجمعة في منطقة الدجيل. وطبعا أنت عندك خبر هو عندك خبر أن في قضية موجودة وأن في تهم موجهة. نعم 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 أعيد يعني السؤال. تداولت الحديث يعني عن ال لا لا لم نتكلم عن هذا الموضوع. معقوله ما تكلمت؟ هل السؤال استاذ صيغه السؤال صيغه السؤال هل تحدث مع لا هل انت تكلمت مع هذا الشخص بخصوص هذه القضيه؟ انا جاوبته وهذا ايدي على كلام الله أي. لم اتكلم مع اي شخص من هؤلاء عن قضيه او اي شيء يخص هذه المحكمه. نعم أنت ذكرت أنك هربت من البساتين بموتور سيكل. لا مو موتور سيكل وإنما بايسيكل. بايسيكل؟ نعم بايسيكل يعني. دراجة هوائية يعني دراجة. إيه أنت هربت كنت يعني تشتغل بالحقل وبعدين هربت بال إحنا بالنسبة لنا يعني كنا نروح للبستان من وقت كان ليش نروح للبستان من وقت؟ خلّى بس أبين لك. هل كان معك احد الاخوان او الاصدقاء وما من ما هي من كان معك؟ لا ما موجود احد وياي ولكن احنا نروح للبستان يا سيدي الفاضل نروح للبستان لان عندنا حلال بالبستان واحنا الصغار يعني اللي اصغر من اخوي. بس كنت لوحدك ولا في اشخاص معك؟ لا لا وحدي. كنت لوحدك؟ نعم لوحدي. وانتبهت الى ان في سمتيات ورصاص و... لا اكو رمي عشوائي وحتى الرمي يعني اصطدم بالحائط مال البستان يعني من كثر قلت لك يعني انت شاهدت الرمي بعينك؟ الرمي هي شاهدت الرصاصات باتجاه مختلفة واصطدمت في الحائط بالحائط. نعم يعني انت كنت قريب من منطقة اطلاق النار. كم مسافة بينك وبين لا اعرف انا اين او بالبداية لا اعرف اين هي وقع يعني مكان اطلاق النار ولكن كان الرمي الكثيف باتجاه يعني مختلف. هل ترى نفسك انك كنت قريب من الحادث نفسه عمليه لا. المسافه بينك مسافة. وبين موقع الحادث كم كانت المسافه؟ يعني انا بذاك الوقت ما ادري شلون ايش قد المسافه بس حاليا اقيس لك يعني تقريبي نعم. بين البستان والحادث تقريبا كيلو او يعني كيلو او اكثر. كم اخيك كان يبعد عنك في اللحظه ذيك؟ من اخيك يا ما من اخي انا كنت وحدي. يقول وقت قال وحده قال وحدي كنت وحدي. أخو اللي توفى طبعا هو قال إن أخي توفى في كلمته بالضبط اللي قالها أخونا استشهد أثناء الحرب. أثناء الحرب هاي إيه شوف أنا نقلها أنا قال أخي استشهد أثناء لا ولا أذكر ولم أذكر استشهد أثناء الحرب قلت
قتل أو استشهد أثناء الحادث. حادث برمي الطائرات الحادث. يعني هو كان في المقاومة، كان هو لا شراكة في العملية القيام. لا 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 لا، هو عمره 18 سنة. سؤال إيحائي، هذا السؤال إحادث إيحائي. لا يعني أنا ما قلت إيحائي، تلقيني أو إيحائي. لا ماشي. لماذا قتل أخوك في البستان؟ لا أعرف، لا أدري، بس قتل في نفس اليوم اللي أخي كان قتل. أخو قتل يوم الحادث أثناء الرمي عشوائي. يعني كان بالبستان أو كان بالمنطقة أو كان يعني ويا الجماهير اللي تمشي. لماذا قتل؟ لا أعرف، لا أدري. يعني قتل في يوم محاولة الاغتيال الرئيس، نفس اليوم، يوم الحادث، نفس اليوم. أنا أقول قتل يعني نفس يوم الحادث. كلمة حادث، أي حادث؟ يا حادث تقصد؟ حادث الذي حصل في الدجيل. شنو الحادثة يعني؟ حادث رمي. رمي إيش؟ رمي أطلاقات نارية عشوائية. لا أعرف لماذا؟ ما أعرف، أنا ذاك الوقت ما أعرف أنا لماذا. يا يوم هذا كان؟ يوم 82 سنة 82 بالتحديد. يا يوم ما أذكر. يا شهر؟ والله أنا بعمري 23 ما أعرف الأشهر، لكن هسا عرفت بأنه شهر 7 أظن. نعم. هل رأيت بعينك حد يقتل أمامك؟ شهدت مقتل أحد؟ وين؟ بالدجال ذاك اليوم اللي نفس اليوم يعني. اللي نفس اليوم؟ لا لم أرى الرمي، لم يشاهد. لم ولم ترى جثث أو هل شاهدت جثث؟ لا لا لم أرى، لم يشاهد ولم ترى جثث. نعم. هو ذكر طبعا أن هناك وفيات في أبو غريب ووفيات في الصحراء. هذه الوفيات والأسماء التي سردها، هل هي وفيات طبيعية أم جرائم قتل؟ لقى الموت عادي. معنى وفيات مفهومة يعني. لأن في تهمة جريمة حرب، إحنا لازم نعرف من كيف توفى. يعني لما يعني هل الوفاة في أبو غريب والصحراء وفاة طبيعية لأمراض لسبب ما وليست نتيجة قتل؟ سبب يعني والله لماذا توفى يا سيدي الفاضل؟ هم أغلبية اللي توفوا كانوا يعني كبيرين بالسن وامراض اعتياد. كبير بالسن يصير كبير بالسن وامراض اعتياديه يعني طبيعيه، عمره 60 او 70 سنه او 50 سنه او نعم. الله يرحمه مريض وفي السجن معانات هكذا وفاه طبيعيه، لا يحسبون من ضمن مجموعه 148 المتهم فيه موكلي. شكرا. اهلا. اسئله اخرى؟ اكتب شيء. تفضل. استاذ انا عندي ملاحظات، يعني ما عندي اسئله مباشره بس ملاحظات بخصوص ال نعم يعني ارجو توثيقها طبعا. الشهادات كلها ما تمثل الاباده الجماعيه ولا جرائم ضد الانسانيه. ثبتوا للملاحظه في شهادات دون المستوى كالماء الحار والحطب والجو الحار من هالسوالف هاي. الملاحظه الثانيه، شهادات لم تتضمن اي ادانه للموكلين مباشره لأنها لا تستند على شهادات عيانية منتجة في الدعوة سمع عن سمع. نعم يعني تقريبا كلها ثبتوا لها الملاحظة. نعم. الملاحظة الثالثة، الشهود ملقنين بالتأكيد لأنهم اتفقوا جميعا على التركيز على نقاط معينة بالذات. مثلا الكل قالوا نشتكي ضد الرئيس صدام حسين أو ضد السيد طه حسين رمضان، يعني ما حددوا غيرهم. النقطة الرابعة، جميع الشهود لم يطلبوا الشكوى ضد من أساء لهم من الضباط أو المحقين الصغار، يعني هم احتكوا محقين أو ضباط صغار ما ذكروهم. نعم. النقطة السادسة، جميع المشتكين أكدوا على تجريف البساتين وركزوا على طلب التعويض وكأن أحدا وعدهم بذلك، وإحنا تأكدنا من قسم عندهم ما عندهم بساتين. ما عندهم بساتين؟ قسم ما عندهم بساتين. نعم. الملاحظة السابعة، معظم الشهادات ملفقة وعندما نكرر الأسئلة وإحنا متقصدين طبعا. أيام ترى ما عندي شوية هو هم. نعم نعم. النقطة الثامنة، عندنا نقاط
بعض الشهود أكدوا على أن الإطلاقات هي ابتهاجا بمقدم الرئيس، بينما البعض الآخر أكد لبعض وسائل الإعلام متبجحا بأنه شارك في محاولة الاغتيال، وهذه اللقاءات الإعلامية موثقة ونجلبها إن شاء الله للمحكمة. نعم. تبقى من ضمن الله. شكرا أستاذ. ألو، ملاحظة أخرى عندكم؟ لا لا يوجد ملاحظة. المتهمين تفضل. تفضل قبلك مهاجر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، صدق الله العظيم. إذا تأسر المشتكي الشاهد شكثر كان عمره لما أطلق سراحه من منطقة شو يسموها صحراء ليا. كم كان عمرك عندما أطلق سراحك في منطقة ليا الصحراوية؟ 14 سنة. عندما أطلق سراحك 14 سنة. ثبت السؤال والجواب. ممكن أن توصف لنا البيت اللي كنتوا ساكنين به في ليا؟ في ليا البيت كنا ساكنين به هو مكون من غرفتين يمين ويسار، وصالة صغيرة في الوسط، مطبخ صغير، باب من جهتين، باب واحدة مقابل اللوخ، في الخارج حمام، مرافق. طبعا هذا السطح واحد يعني لمد حوالي مد 10 بيوت نفس التصميم، وسطح واحد ونفس التصميم، غرفة يمين غرفة يسار، صالة صغيرة يعني أظن مترين مربعات، وممر مقابل البوب زين، ومطبخ صغير. شنو موجودات البيت؟ عندما ما رحتوا موجودات البيت شنو؟ موجودات البيت الحمد لله رمال وعظام حيوانات ميتة وجام مكسر داخل البيت. هذا داخل البيت، هذا أثاث البيت اللي احنا وجدناه. لا أنا ما أسأل شو وجدتوا، أنا أسأل من طلعت من البيت شنو نوع الإفراش اللي كان بالبيت، وشنو الأشياء الأخرى اللي كانت في البيت؟ من طلعنا من البيت كان بيه بعض الأواني اللي هم وزعونا إياها، وطباخ عينياً طبعاً نفطي، بعض البطانيات والمدات ومخاط. توصف لنا الباب الخارجي مال البيت؟ الباب الخارجي يا سيد الفاضل هو باب العادي، الغرفة الحديد، الباب العادية مع الغرفة الحديد. أكو بوب باب عادي عادية مع الغرفة الحديد، غرفة حديد يعني، مو الغرفة الحديد وإنما باب حديد يعني. باب الحديد تقفلوها من الداخل لو من الخارج؟ والله نقفلها لأن احنا ما عندنا شوات مفاتيح، بس نسدها من الداخل، نحط بيها وراها حجر. هو هذه كيف 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 تسدون الباب؟ نسدها قلت لك يا سيد الفاضل، نسدها ونوضع حجر لأن الصحراء بيها يعني من الداخل سد. من الداخل هذا نوضع حجر خلف الباب حتى يعني ما تمنع الذئاب أو الحيوانات الموجودة بالصحراء. من الداخل يسدوها بالحجر. سمعتم أنتم؟ إذن البيت بيت مرافق صحية. الله. والاحتياجات للشخص المحجوز، بيت مفتوح يطلع عمره 14 سنة ويروح يحطب، إذن عدهم الحرية في الحركة، وعدهم بطاقة تموينية حالهم حال الشعب العراقي. نعم. كيف حصل هذا الزمن الطويل في حجزهم؟ في تقديري السبب يعود إلى وفاة مدير الأمن
السابق وتبديل مدير الأمن الجديد، بحيث كل واحد منهم تصور أنه ربما الآخر رفع قضيتهم إلى الجهة المسؤولة. سيد الفاضل لحظة خلي يكمل. لأنه عندما عرضت علي من جهة غير معنية بالأمر بمطالعة، لابد أنه التحقيق رفعها أمامكم، ويفترض أنه رفعها لأنه استعان بها بالتحقيق معايا. المطالعة تشير إلى وجود أشخاص قد يكون هو منهم الرجل في الصحراء محتجزين منذ الحادث، بينهم اثنين محكومين بالإعدام أو أكثر من اثنين، يعني اللي ذكروا اثنين يعني من اللي قرأ ليال أربعة جوحي أربعة أشكرك أربعة محكومين بالإعدام. وقيل في الكتاب الشخص الغير المعني في هذا.